تقتدي الخراف بالمرياع، ولا يعرف حقيقة المرياع من البهائم إلا الحمير، وممنوع على الحمير التحدث مع الخراف بأمر من الراعي وحراسة من الكلاب. والمرياع كبش من الغنم يعزل عن أمه يوم ولادته ويوضع مع أتان أنثى حمار ليرضع منها حتى يعتقد بأنها أمه. وبعد أن يكبر المرياع يخصى ولا يجز صوفه، فيمنحه مع نمو قرنيه هيبة على الأغنام، ثم تعلق حول عنقه الأجراس الرنانة يسمعها القطيع حين يمشي المرياع فيسير خلفه، لأنه القائد الفذ والزعيم الحكيم في نظر الخراف. لكن المرياع لا يتقدم خطوة إلا خلف الحمار فهو ظله، وتستمر الحكاية هكذا إلى الأبد دون تعديل، الأغنام خلف قائدها وقائدها خلف الحمار.